الشبي السيد رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات، أعضاء ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات والمنظمات والمؤسسات، الحضور الكريم، رمضانكم مبارك. نلتقي اليوم في هذا اليوم الوطني من أجل الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي تم اعتماده عام 2014 من طرف صاحب الجلالة الملك الله باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني. نستهل هذا الاحتفاء بهذا اليوم الوطني وبموضوعه حول تقييم خطة العمل الوطنية 2021-2022 للحكومة المنفتحة بتلاوة آيات من الذكر الذي أقر هذا اليوم الوطني عام 2014 كي يكون كل يوم من 13 مارس احتفاء اليوم الوطني للمجتمع المدني، ويأتي هذا الاحتفاء للتذكير بالمنجزات التي تقوم بها الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا للتذكير بالخدمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تقوم بها جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا من أجل تفعيل الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في زمن يعرف فيه المجتمع العالمي ومنه المجتمع المغربي تحولات بسبب الانخراط في العصر الرقمي، هذا العصر الذي يفرض تحدياته على المجتمعات الإنسانية، وبالتالي فإن المجتمع المدني يمكن أن يقوم بأدوار طلائعية لمواجهة تحديات السرعة والابتكارات السريعة وانعكاساتها على القيم وعلى تعاقد المجتمع في المغرب. وحضور القطاعات الحكومية والمنظمات والمؤسسات التي لبت دعوة منتدى الصحراء للحوار والثقافات لكي نشترك جميعا في هذا اليوم الوطني لكي يعني نناقش ونقدم عروض حول تقييم خطة العمل الوطنية المتعلقة بالحكومة المنفتحة دليل ملموس على قوة المؤسسات الوطنية وأيضا
على مصداقية الشراكة الوظيفية والفعالة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، وهي شراكة ينبغي أن نقوم بتحفيز على تفعيلها لكي تصبح قوة ديمقراطية في المغرب. ولذلك ارتأى منتدى الصحراء للحوار والثقافات بأن يكون هذا اللقاء الاحتفالي باليوم الوطني للمجتمع المدني تقديم عروض حول تقييم الخطة الوطنية ل يعني النسخة الثانية 2021-2023 للحكومة المنفتحة، ونقدم من خلال هذا اليوم الوطني التجربة الرائدة للمغرب، وهي تجربة رائدة في إفريقيا وأيضا في الشرق الأوسط. ومعنى هذا أننا اليوم كلنا شركاء في هذه التجربة الرائدة التي ينبغي أن نفتخر بها كلنا كمغاربة، والتي تعبر بالفعل على الدور الطلائع لهذه الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وإذا كان هذا يعني مبادرة الحكومة المنفتحة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2011 من أجل تفعيل بقرطة الشراكة عبر تفعيل الشفافية، عبر تمكين المواطن من المعلومة، عبر الحماية التكنولوجية إلى غير ذلك، معنى هذا أن هذه الشراكة لها أدوار مهمة ينبغي أن تقوم بها، ولا يمكن للمغرب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي أن يقوم فقط بالقطاعات الحكومية، ولكن لا بد لكل الفعاليات في المجتمع المدني أن تكون شريكا في تفعيل ديمقراطية الشراكة. تحية لكل القطاعات التي لبت دعوة منتدى الصحراء للحوار والثقافات وجاءت لكي تلقي كلمة وأيضا تقدم العروض، وسوف نستمع إلى عروض مهمة جيدا لكي نرصد طبيعة هذه الشراكة، ما الذي تحقق منها، وكيف يمكن لنا أن نضع استراتيجيات مستقبلية أيضا من أجل تمكين المغرب من فعالية تجربة الحكومة المنفتحة بالمغرب. والثقافات فليتفضل مشكورا. السيد يتعذر على السيد أمين العام الحكومة لحضور أشغال هذا اليوم لارتباطه الخاص، كان مبرمج لظروف القاهرة، كان بده يلقي كلمة في هذا اليوم، ولكن حاضر ممثل السيد أمين العام الحكومة، السيدات والسادة ممثلي القطاعات الحكومية، السيدات والسادة ممثلي السيدة ممثلة السيد رئيس المحكمة الدستورية، السيد ممثل الوسيط بالمملكة، السادة ممثلي الهيئات الدستورية، السيدات والسادة ممثل السلطة القضائية، السيد ممثل القائد الفريق الأول للدرك الملكي، السيد ممثل الإدارة العامة للأمن الوطني، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، السيدات والسادة السيد ممثل جامعة محمد الخامس، السادة ممثلي معاهد المعاهد العليا، السيدات والسادة ممثلي الهيئات المنتخبة، السيدات والسادة ممثلي منظمات جمعيات الوطنية والدولية، السيدة مديرة المعهد الجمهوري الأمريكي، السيدات والسادة ممثلي الإعلام الوطني. أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته يأتي يأتي هذا الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني تنفيذا للقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القاضي باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، حيث أكد جلالته على المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة للفاعل المدني من خلال
تنصيصه على مجموعة من الأضواء الدستورية. وتعتبر هذه المناسبة محطة سنوية هامة لإبراز الوظائف الوطنية المتميزة والخدمات الجليلة التي تقدمها مختلف فعاليات المجتمع المدني لخدمة الشأن العام، وكذلك مناسبة متميزة لاستثمار وتفعيل المقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين. وهي مناسبة أيضا لإبراز مدى الانفتاح المثمر على ممارسات الفضلة للاستحضار واستحضار تاريخ 12 مارس 2018 الذي تمخض عنه إصدار قانون رقم 31/13 المتعلق بالحق بالحصول على المعلومة. إذ موجب بهذا القانون أصبح المغرب عضوا في مبادرة شراكة من أجل الحكومة المنفتحة، حيث تم إعداد لخطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2018-2020 تضمنت 18 التزام، وفي مجموع مجالات التي في مجموع والتزامات في مجموعة من القطاعات الوزارية. وقام البرلمان المغربي بدوره في انخراط في الحكومة المنفتحة في 2019، حيث أصبح البرلمان المغربي البرلمان الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممثلا في مبادرة الحكومة المنفتحة. واليوم ونحن بصدد تقييم الخطة العمل الوطنية الثانية للحكومة المنفتحة 2021-2023 التي تمخضت 22 التزام تمخضت عن لقاءات على مجموعة من الأفكار والتوصيات من أجل التقييم الفعلي لهذه الخطة الوطنية، وذلك باستماع إلى عروض المبرمجة والتي تسلطت الضوء على تجربة بعض القطاعات الوزارية وتجربة مجلس النواب وكذلك تجارب المنتدى الصحراء للحوار والثقافات. أيها السيدات والسادة، وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل للحاضرين على تلبية هذه الدعوة، كما أعبر خالص شكري وامتناني للسيد مدير المعهد الإحصاء والاقتصاد التطبيقي ولجميع أطر هذا المعهد على وضعهم رهن إشارة هذا اللقاء الوطني، وأشكر أيضا كل من ساهم وسهر على تنظيم هذا اللقاء الذي نعتبره ثمرة لمسار الوطني المثمر تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات وعضو لجنة الإشراف الحكومة المنفتحة، تحتفل المملكة المغربية اليوم باليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يتزامن مع يوم 13 مارس الذي أقره صاحب الجلالة يوما وطنيا للمجتمع المدني في سنة 2014. واليوم المنتدى ينظم هذا اللقاء الوطني الذي يجمع القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية وجمعيات المجتمع المدني لتقديم نموذج رائد على مستوى المملكة وعلى مستوى الدولي، هو عرض تقييم الخطة الثانية للحكومة المنفتحة الذي التزمت به مجموعة من القطاعات الوزارية. وبالطبع نحن كأعضاء في لجنة الإشراف ننظم هذا اليوم تزامنا مع اليوم الوطني للمجتمع المدني حول تقييم الخطة الثانية للحكومة المنفتحة الذي ننتج ثماره بحوالي 83% من نسبة الإجمالية لكل التزامات القطاعات الوزارية.
وهذا يدل على شيء بين هناك انفتاح بين القطاعات الوزارية والمجتمع المدني، وبالتالي المملكة المغربية تصبح رائدة في مجال المجتمع المدني في مجال في مبادرة الحكومة المنفتحة بتقييم الخطط العمل القطاعات الوزارية، وهذا يعتبر كما أشرت في كلمتي يكون نموذج على مستوى القاري على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط. والحمد لله المملكة المغربية تنعم بمجتمع مدني قوي وبمؤسسات، وبالتالي اليوم هذا اللقاء الوطني هو لقاء لجميع المغاربة، يعني حكومة، مؤسسات، هيئات، جمعيات، منظمات المجتمع المدني، وإن شاء الله السنة النسخة الثانية إن شاء الله يكون موضوع له رهنيته في السنة المقبلة إن شاء الله. وبالتالي اليوم بعد اختتام هذا العروض القطاعات الوزارية سيكون هناك تقرير حول حتى مجموعة حول عمل هذا اليوم وتوصيات التي سترفع إلى الهيئات العليا ومجموعة من القطاعات الوزارية لأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة المغربية في مجال الحكومة المنفتحة ونسبة الإنجاز كل قطاع على حدة. وشكرا على التغطية.